اصدقائي احبائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عامل لكم حلقه جديده طبعا من برنامجكم وبرنامجي المفضل برنامج تحليل النغمات مع عمك البات احمد نادر على موقع في الفن، الموقع الفني الكبير والعظيم. والنهارده عامل لكم حلقه جديده وحلقه قيمه وقامه طبعا، وبنتكلم فيها بقى عن يعني هو انا مش عارف اقول هل هو فنان ولا اقول كونتنت كرييتور ولا اقول عليه كوبي رايتر ولا اقول عليه ايه بالظبط، ولكن هو شخص مختلف جدا وبيقدم محتوى مختلف جدا، وقدم من شويه او يعني من فتره مش كبيره قوي اغنيه تراك الموسم، الا وهو الفنان الكوبي رايتر الكونتنت كرييتور الكبير تميم يونس. طبعا تميم يونس زي ما قلنا هو ملوش توصيف معين، هو راجل انترتينر، يعني هو راجل بيقدم محتوى ترفيهي. وانا متابع تميم من تقريبا سنة 2011، من ايام ما كان بيعمل موسيقى رأفة الهجان اكابيلا، يعني المزيكا كلها بقه والكلام ده كله، وبعد كده بقى بيعمل برنامج اونلاين اسمه رسيني، وكان برنامج برضو كوميدي وبيقدم فيه محتوى مختلف جدا ومحتوى كرييتيف. وغير طبعا الناس اللي في المجال بتاعنا او في مجال الاعلانات يعني عارفين ان هو يعني تميم يونس من اكبر الكوبي رايترز او من اكبر الناس الكرييتيف او الناس اللي بتصمم وبتكتب افكار الاعلانات في مجال الاعلانات في مصر. تميم يونس مش بس بيكتب افكار الاعلانات ولا بيعمل كونتنت على الانترنت وفيديوهات بتضحك والكلام ده كله، تميم كمان مخرج مختلف جدا في الاعلانات وعمل حاجات كتير مختلفه، زي مثلا اعلان كان اخراج تميم يونس، وهو الراجل كمان بيقدم محتوى فيه جرافيكس ومحتوى فيه مونتاج مختلف. يعني هو طول الوقت توصيفه الاساسي ان هو شخص كرييتيف او شخص مبدع، شخص بيقدم محتوى مختلف تماما سواء بشكل شخصي او محتوى بيقدمه للناس مش شرط يكون هو انفولد فيه او طالع في الصورة نفسها. تميم يونس مؤخرا بدأ يتجه ان هو يعمل اغاني، وطبعا كان عامل اغنية من حوالي سنتين او ثلاث سنين كانت اغنية انت اي كلام، وهو من خلال الاغنية دي كان عايز يثبت انه احنا ممكن نحط هي يعني جملة واحدة وتفضل بتتكرر طول الاغنية، ولكن لما يكون في ريذم او في ايقاع بيرقص مع كليب دمه خفيف مع جزء كاننا بنقول اي كلام شبه اليوناني، هتطلع اغنية لطيفة جدا وهتعلق مع الناس. وبالفعل هي الاغنية كانت ترند وكانت موجودة في الافراح وكل الحفلات والخطوبة عيد ميلاد اي حاجة كانوا الناس بيسمعوا الاغنية دي وبيرقصوا عليها، وكانت غنوة لطيفة جدا جدا جدا. بعد كده تميم عمل أغنية سالمونيلا، وهي أغنية كانت مثيرة للجدل، وهن يعني هنيجي للحتة بتاعت إثارة الجدل، وإن تميم برضو هو شخصية كونتروفيرشل أو كتير في كلام عليه، لكن أنا في الآخر مقتنع أن ده لا يعنينا، أنا اللي يعنيني هو المحتوى اللي بيقدمه وهو الأغاني اللي بيقدمها أو الموسيقى اللي بيقدمها أو المحتوى الكوميدي اللي بيقدمه أو الإعلان اللي بيعمله، أنا كل ده بالنسبة لي هو اللي بيفرق معايا مش شخصه أو المشكلات أو الهالة اللي حواليه. تميم كمان بيعمل فويس أوفر، بيعمل تعليق صوتي لإعلانات، وكان ليه كذا حاجة معمولة بصوته، وهو برضو كان عامل أداء مختلف وهو الأداء الكيرلس أو الأداء الغير مكترث، إن هو بيكلم كده على الإعلان وكأنه مش عايز يعبر أو مش عايز يبيع بأي طريقة أو التانية، فهو برضو ده كان ستايل مختلف جدا، وبدأت ناس كتير في الإعلانات بقى بتطلب اعمل لي زي تميم يونس. فهو معنى كده إن هو راجل بايونير أو هو راجل رائد، ودايما بيجي بأفكار بيكون هو رقم واحد في تنفيذها. احنا النهاردة بشكل اساسي هنتكلم على اغنية تراك الموسم، واللي صدرت من حوالي شهر ونص او شهرين، وهي الاغنية كانت في فترة كان في راب باتل او كان في تراكات ديس ما بين ابي يوسف والجوكر وما بين ابو الانوار ومروان موسى، فهو الراجل عمل تراك بيتريق على الحالة دي، وانا بص يا جماعة انا بهبل في المزيكا وانا مش قصد حد معين، ولكن اللي انتوا بتعملوه ده ما ينفعش، وانا عايز اقفل عليكم اوضه وتقعدوا تدسوا في بعض واديكوا بطوبة، ويعني هو الموضوع كان كوميدي، ولكن هو كان بيسخر من الحالة دي وبدا يتكلم في ان هو انتوا كلكم عايزين اللقطة وكلكم بتعملوا ده علشان الشو وعلشان كده هو اسمه سين وكلام من ده، غير بقى ان هو بيشكر في نفسه وبيوصف يعني بيقول صفات عنه والكلام ده. نوع الموسيقى في التراك الموسم هي بوب فانك، هي مزيكا بوب ولكن شبه الفانك شوية، ولكن من غير بقى الجيتارات الواو اللي بتعمل ولا من غير السلاب باس ولا الكلام ده، ولكن هي إليمنتس أميل للبوب بتلعب بستايل الفانك،
وزي ما قلنا قبل كده ان اداء الراب انت ينفع تغنيه على اي نوع مزيكا، فبالتالي مش لازم يكون هيب هوب. وهو ادى الاغنيه بشكل راب وكان اداؤه متميز جدا. في بعض الاحيان كان بيغني المام بالراب اللي هو زي ما قلنا ان اشتهر بيه ويجز، وبعد كده رجع للراب التقليدي وكان الاداء بتاعه لطيف جدا واداء بسيط جدا. غير ان الفيديو كليب على حسب معلوماتي هو متصور بالموبايل، يعني هو انت لما تشوف الصوره انت هتحس ان الموضوع لا هو اقيم من انه متصور بموبايل. كان في شغل جرافيكس لطيف جدا، شغل الحركه كان لطيف جدا، الاضاءات معظمها كانت اضاءات بسيطه لكن كان طالعه بشكل لطيف. طبعا مش هقيم الصوره لان دي مش حتتي، وكنت شايف ان الصوره بتخدم الاوديو وبتخدم الحاله بتاعته. طبعا احنا عارفين ان التراكات دي بتسخن الناس، فهو الطبيعي ان الرابرز التانيين كانوا يسخنوا بقى ويعملوا مش عارف تراك وكده، بس هو يعني محدش اهتم قوي، غالبا كانوا عارفين ان هو بيهرج فمحدش دخل معاه في باطل او خد الموضوع بشكل اوفنسيف ان انت بتشتمني او ان انت بتتريق عليا، فالتراك عدى يعني. وهو طبعا انت لما بتيجي تحكم على مدى نجاح اي تراك خاصه بالمعايير اللي موجوده مؤخرا، فبتبدا تشوف كميه الريلز، كميه التيك توك اللي بتتعمل عليه، كميه الفيديوز اللي بتتعمل، فتعرف من ده ان التراك نجح وانه كان ليه تاثير كبير على الناس. انا اغنية تراك الموسم بديها 8/10، وشايف ان هي اغنية لطيفة جدا، وشايف ان تميم ليه لا ما يقدمش محتوى موسيقي بشكل مستمر طالما هو متميز في ده. وحلو ان انت تبقى بتقدم الافكار وانت راجل كرياتيف، واحنا عارفين دون ان يكون في تعالي على المشاهد او على المستمع، يعني من غير ما احس ان انا بعمل ده المزاجي، لا ليه اعمل لي حاجة لطيفة جدا. لان انا يعني استشعرت ده في اكتر من حاجة من تميم، بس في النهاية هو الراجل بيقدم محتوى لطيف ومحتوى متفرد ومحتوى مبدع، فبالتالي ليه ما نقدمش للجمهور اللي هو بيحبه وتبقى الناس متعلقة بيك، وسبيشالي زي ما قلنا بعد الحاجات اللي حصلة اللي بتسبب إشكالية، سواء إن في ناس بتقول على تميم إن هو عمل أو سوى أو إن هو كذا أو إن هو مش عارف إيه أو إن هو شخص مثير للجدل أو طول الوقت في حواليه قضايا. برضو انا هرجع اقول ان هو ده لا يعنيني كشخص متخصص في المزيكا، ولكن انا اللي بيعنيني هو المحتوى اللي بيتقدم او هو الشيء المبدع اللي بيتقدم، سواء اغنية او فيديو يضحك او اي كونتنت من اي نوع. دي كانت حلقتنا النهاردة، واتكلمنا على تراك الموسم لتميم يونس، واتكلمنا طبعا على شرح التراك وعلى هو معمول ليه والكلام ده كله. بصراحة يا جماعة انا زهقت من العيال بتوع الراب دول بقى، سواء اللي بيغنوا اللي بيدسوا في بعض ولا اللي بيشتموا في بعض ولا اللي بيمسح صور ولا يحطوا صورة مش عارف، انا تعبت وهبدا احط على العيال دي وهسيب عليكم البطوط اللي على صدري ده، واخد لي بالك، فايه خفوا عشان البرنامج بقى كله راب وانا زهقت، انا شخصيا زهقت. يلا سلام عليكم.